لكن ده كارت مجاني انفعال من احمد حجازي. مرة تانية جملة وتحرك ومفيش لا راية ولا سفارة، ادي خليفة عايز يربط وبيلعب عرضية حلوة وادي جول 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 جول. قلت لحضراتكم قلت لحضراتكم غزل المحلة بيبحث عن اللدغة وبيبحث عن غزل الهدف الأول، ومحمد يحيى خمسة وخميسة وبيضع الهدف الأول والقبلة الأولى بعد كرة بتغير اتجاهها وتغالط شريف إكرامي ويهتز شباك النادي الأهلي مشاهدينا في الدقيقة 48 في افتتاح الشوط الثاني بعد جملة وتحرك وأداء إيجابي وشابوه لكمونة. بص شوف التحرك هل فيها تسلل، الحكم لحضراتكم. وادي تمريرة محمد خليفة والكرة اللي عملت بند ولخبطت، والله ما خبطتش في حد ولكن خبطت في الارض وغيرت اتجاهها وتغالط شريف اكرامي اللي اتحرك وحاول ان هو يعود مرة اخرى الى البوزيشن المناسب ولكن راحت الكرة الى داخل الشباك علشان غزل المحلة يتقدم ومحمد يحيى يرفع رصيده من الاهداف الى الرقم 5 واحد لا شيء. المحلة على النادي الاهلي بالمحلة 2 لا شيء. ودي كرة مرة تانية ولكن ابعاد على طول من قلب الدفاع ولكن غزل المحلة النهاردة شابوه رجالة يستحقوا التحية. ودي مرة تانية وتالتة صالح ودي محاولة للتسديد ترجع لرمضان وسدد جول 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 جول. اخيرا رمضان كان فين؟ كان فين هواك يا حبيبي من بدري؟ كان فين رمضان؟ في الدقيقة الستة من الوقت المحتسب بدل الضائع كرة بالتيلة بيسددها أخيرا يغزل المارد الأحمر شباك غزل المحلة في الدقيقة الستة من الوقت المحتسب بدل ضائع علشان على الأقل يعود إلى نقطة الانطلاق ويعود الى نقطة التعادل في مباراة مثيرة، مباراة فيها رجولة وفيها سيناريوهات غير متوقعة ولكن الكورة عجيبة الكورة عجيبة والكورة مليانة اسرار وتسديدة بتعدي بالتيلة زي ما بقول لحضراتكم. ورمضان اللي غايب عن التهديف من الجولة الستة بيعود في الدقيقة الستة من الوقت المحتسب بدل ضائع بهدف تعادل للنادي الأهلي.